وجه سفير كوريا الجنوبية لدى مصر هونغ جين ووك الدعوة إلى الوزارات والهيئات المصرية للمشاركة في برنامج دعم المدن الذكية وترشيح مشروعات يتم تنفيذها من خلال برنامج شراكة عالمي، وذلك حتى 20 أبريل القادم. وأوضح السفير أن البرنامج سيكون فرصة جيدة لتوسيع الشراكة بين كوريا ومصر، حيث يعتبر منصة للتعاون بين الحكومات بهدف تقديم المساعدة الفنية في مشروعات المدن الذكية وتبادل المعرفة.